نظمت كنيسة الآباء الأجداد للروم الأرثوذكس في مدينة بيت سحور بكهنتها ولجنة وكلائها وشبيبتها وسيداتها المسيرة الدينية التقليدية السنوية بعيد رقاد وانتقال أمنا مريم العذراء الدائمة البتولية. بعد صلاة الدعاء في كنيسة الآباء الأجداد وبحضور عدد كبير من المؤمنين، انطلقت المسيرة من أمام الكنيسة التي قرعت أجراسها بدءاً بالتطواف بحضور الإقونوموس عيسى مصلح راعي الكنيسة الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين، والأباء الأجلاء ورئيس بلدية بيت سحور السيد جهاد خير، وجوقة الكنيسة مع نعش رمزي للعذراء مريم تحمله شبيبة الكنيسة وأفراد كشافة مجموعة النادي الأرثوذكسي العربي، وأيقونات للعذراء تحملها زهرات وأشبال مدرسة الأحد بالكنيسة. جابت المسيرة بترانيم وصلوات المؤمنين شوارع مدينة الرعاة وأزقتها القديمة، مروراً بكنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين، حيث تم الاستقبال في الكنيسة من قبل الأب سهيل فخوري والجوقة والمؤمنين، كما تم الاستقبال في كنيسة سيدة فاطمة من قبل الأب عيسى حجازين كاهن الرعية. وانتهت المسيرة عند كنيسة بئر السيدة العذراء في المدينة على وقع التراتيل والأهازيج الدينية من قبل المشاركين، حيث تليت قراءة من الإنجيل المقدس عن حدث انتقال العذراء وكلمة لرئيس البلدية وبحضور كافة كهنة المدينة والمؤمنين. وفي النهاية ألقى الأب مصلح كلمة شكر كل من شارك في هذه المسيرة الاحتفالية من منظمين ومشاركين ووسائل الإعلام المختلفة، وخص بالذكر قناة نورسات الفضائية لجهودها في تغطية كافة الأحداث المختلفة في الأراضي المقدسة. بمناسبة رقاد وانتقال عذراء مريم الدائمة البتولية، انطلقت المسيرة من كنيسة الآباء الأجداد في هذا اليوم الأغر، متوجهة إلى كنيسة الروم الكاثوليك ومن ثم إلى كنيسة اللاتين، وصولا إلى دير بئر السيدة العذراء في هذا المكان الذي نحن فيه. تشاهدون العالم المسيحي والإسلامي يحتفلون معا بهذه المناسبة السعيدة. لا يسعنا في هذا المكان وبهذا الوسائل إلى أن نرسل التحية والإكرام والأجلال لجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه الوصي الأمين على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. فنقول لجلالة الملك: أنت الوصي الأمين، نحن معك ونشد على يديك، وكل الشعب بمسيحيي ومسلمي معكم حتى تكونوا في المحافل الدولية وفي الأمم المتحدة تدافعون عن الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وإن شاء الله متمنين لكم موفور من الصحة والعافية، وأن يبقى دائما الأردن دائما بلد الأمان والاستقرار والحرية. وكل عام وأنتم بألف خير. منعيد على كل أهالي مدينة بيت سحور وكل شعبنا الفلسطيني وأهلنا في محافظة بيت لحم بمناسبة هذا العيد العظيم، عيد رقاد وانتقال والدة الإله سيدتنا ومخلصتنا مريم العذراء. طبعا يعني هذا التجمع الكبير اللي بمثابة مهرجان هو بمناسبة عمل مسيرة بهذا اليوم المبارك بهذا العيد، والذي يدل على وحدة الكنائس، على وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة الشعب السحوري، وحدة الطوائف ووحدة المسيحي والمسلم. يعني احنا شايفين في هذه المسيرة مش بس أهل بيت سحور، في مجموعة كبيرة من محافظة بيت لحم، في من إخواننا المسلمين. يعني العيد عيد سيدتنا ولدة الإله ليس فقط لأهل بيت سحور وليس فقط للمسيحية، وإنما إلى كل العالم. فبهذا المهرجان العظيم وبهذا اليوم العظيم نقول لكل أهلنا وشعبنا كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله بنعاد علينا هذا العيد وقد تحققت أمنيات شعبنا الفلسطيني بالحرية والوحدة والسلام. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بألف خير في عيد رقاد العذراء، وان شاء الله ينعاد على الجميع بالصحة والسلامة، وتضل المسيحية في البلد في منطقة فلسطين بالذات منورة فلسطين. ان شاء الله بتكرر هالعيد علينا
بالأمان والسلام، وحققت أمنياتنا بشفاعة أمنا العذراء مريم والدة الإله. طبعا احنا الكلمات اللي زفينا فيها لزفة العذراء هي كانت تجميع من كثير من مناطق زي الناصرة، زي رام الله، زي نابلس، من جميع مناطق الضفة الغربية وفلسطين. طبعا في اشي بعطي نكهة انه كلمات سحورية وعبارات سحورية، بالإضافة للمناطق اللي أنا ذكرتها قبل شوي، كلها بتحكي عن مضمون عيد الرقاد وانتقال ولادة الإله العذراء مريم، وبتحكي كمان عن المعاني الدينية المسيحية في فلسطين في الضفة الغربية. لنورسات مارلين الحدوة من مدينة بيت سحور. وحنا ليك تاجينا يبا، وحنا ليك متصلي ما سابح في دينا يبا، والمسابح